على الرغم من تصويت مجلس محافظة نينوى بالأغلبية أول أمس الثلاثاء على رفض طلب رئيس مجلس الوزراء نور المالكي استجواب محافظ نينوى أثيل المجيفي في مجلس النواب بهدف إقالته لمخالفته الدستور من خلال تفاوضه مع حكومة إقليم كردستان بشأن التنقيب عن النفط من قبل شركة أكسون موبيل الأمريكية في المناطق المتنازع عليها، إلا أن عددا من أعضاء المجلس ما زالوا يصرون على ضرورة استجواب النجيفي داخل مجلس المحافظة أيضا للإطلاع على العديد من الملفات المبهمة بحسب قولهم كملف النفط والتعيينات والخدمات، إضافة إلى تلكؤ العديد من المشاريع. يشار إلى أن محافظ نينوى امتنع في الأسابيع الثلاثة الماضية عن حضور جلسات مجلس المحافظة الأسبوعية بسبب ازدياد حدة الخلافات مع ممثلي حركة العدل والإصلاح والحزب الإسلامي وكوتا الأزيدية والشبك. عندنا جملة ملفات نريد نستوضح منها، من ضمنها العقود النفطية وطبيعة يعني تدخله بالموضوع، نريد نفتهمه منه بصورة صحيحة. أيضا موضوع هناك بعض التعيينات على تنمية الأقاليم، عندنا معلومات من نهاية الشهر الخامس تقريبا 79 واحد تعينوا، وبعدهم أيضا قبلهم أكو 5-6، يعني بالموضوع موضوع تكافؤ الفرص، يعني أريد نفتهم شون الإجراء تم. فيما أشار بعض الأعضاء إلى قيام محافظ نينوى بصرف ما يقارب 9 مليارات دينار ضمن الموازنة التشغيلية بعد سحبها من واردات المنافذ الحدودية، وهي مخالفة قانونية لعدم رجوعه في ذلك الأمر إلى مجلس المحافظة. المعلومات اللي عندنا بأنه هناك مبالغ من المنافذ الحدودية ما يقارب 9 مليارات، السيد المحافظ قام بصرف هذه المبالغ بدون الرجوع إلى المجلس وعلى أمور تشغيلية وليست أمور استثمارية. من جهته طالب مسؤول لجنة العلاقات والإعلام في مجلس محافظة نينوى أعضاء المجلس المعترضين على سياسة المحافظ الإدارية بتقديم أدلة تثبت تورطه بقضايا فساد بدلا من إثارة الاتهامات في وسائل الإعلام وتعطيل الدور التشريعي بالمهاترات والمشادات الكلامية أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية. نطلب من الأعضاء الذين يمتلكون أدلة على السيد المحافظ تقديمها إلى مجلس المحافظة لاستجواب المحافظ. أما رئيس لجنة إسناد أم الربيعين في الموصل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المكلفة بتقديم بعض المشاريع الخدمية، فأكد بأن قرار إقالة المحافظ أمر منطقي بعد العديد من الإخفاقات التي شهدتها المحافظة على حد قوله. عندما يكون هناك فشل في الإدارة وفي الخدمات وفي الأمن وفي السياسة وفي العلاقات، زين، فطبعا نحن نكون مع لقاء للتغيير، وهذه شريعة الديمقراطية. وللمواطنين رأي أيضا حول أداء الحكومة المحلية. ما شفنا كل شيء لا من المحافظة ولا من المحافظ، وين مشاريع ما شفنا. وبالرغم من الاتصالات الهاتفية العديدة التي أجرتها الحرة مع أثيل النجيفي محافظ نينوى لمعرفة رده على تلك الاتهامات، إلا أنه لم يجب على تلك الاتصالات. منير أسعد، الحرة، الموصل.